الحقني يا دكتور احمد، الحقني يا بيه. هنا عرض الظبط عزت. تعالى يا ابني شيل الحاجات دي كلها. هتأمرك باشا. ألو؟ أيوة. ايه؟ في ايه يا عمر؟ لقوا جثة تيمور مدفون عندنا في فيلة السخنة. ايه؟ كمال بيه، لقينا جثة تيمور الهواري في فيلا عمر بركات في السخنة. طب انا هرفع مذكرة حالا لمكتب النائب علشان دي محافظة تانية، واخد الاذن واجيلك. تمام يا فندم. عزت، اثبت الواقع مع الرأي سيف. امر سيادتك. بابي، بابي استنى. بابي في ايه؟ كنت بتزعق لي؟ بابي في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ تيمور؟ هو كويس؟ كويس؟ هو كويس بابي؟ لا هو كويس يا بابي ولا مش كويس؟ لا قوليلي كويس. لا بابي تعمل كويس. هو كويس، هو كويس. طب قولي، طيب قولي، قولي بابي. ازيك يا تيمور؟ كنت عارف انك هتيجي. بص انا جايلك عشان اقولك ان انا مش بالوحاشه اللي انت متخيلني بيها قوي دي. ان انا عايزك تصبر شويه لغايه اما المركب ترسى على اي بر، وبعد كده مش هتندم خالص. اصبر على ايه واندم على ايه؟ انا خلاص عديت المراحل دي من زمان. أنا الحاجة الوحيدة اللي حاسسها دلوقتي إني مش حاسس بحاجة. كنت عارف إن اللحظة دي قربت تيجي وأنا مستنيها على فكرة، بس بصراحة ما كنتش عارف هتيجي فين. يعني ما تخيلتش إنها تيجي هنا، فاهم؟ هنا المكان اللي إحنا عايشنا فيه أحلى أيام مع بعض. بس عارف حاجة، يعني هو برضه ده منطقي، يعني عشان هو ده المكان اللي وانا بسهر وبسط فيه كان في ناس بره الاوضه دي بتتعذب بسببي، ناس قريبين مني جدا وانا مش حاسس بيهم. وللاسف انا فقت متاخر قوي، فقت بعد ما كل حاجه راحت مني. ايه اللي انا سمعته ده؟ انت صحيح بتصور فيديو وعايز تنزله على اليوتيوب؟
هتقول ايه فيه؟ هقول فيه كل حاجة. هو انا تقريبا قلت كل حاجة خلاص يعني. يعني ايه؟ صدقني يا بوم، انا بعمل كده عشان بحبك، عشان نفسي تعيش اللي فاضل لك في الدنيا دي وانت ماشي صح. انت اكيد مخك حصل له حاجه من البلبعه اللي بتبلبعها دي. انت فعلا اتجننت؟ لا، انا قلت انا كنت مجنون لما كنت بتفرج على اللي بنعمله وانا ساكت، لما كنا بنأذي ناس ونموت أرواح بريئة بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية اللي بنتاجر فيها، وبعد كده بنغسل فلوسها في البورصة لحد ما حياتنا بقت كلها فساد وسواد، وإحنا عايشين زي الشياطين. أنا مش مجنون، أنا كنت مغيب وفقد. حبيبها هي السبب. مش مهم مين السبب، المهم ان الفيديو هينزل، كل حاجة هتتصلح. مفيش أي حاجة هتنزل في أي حتة. تيمور، أنا عارف إنك عنيد، بس أنت عارف كمان أنا ممكن أعمل إيه.